بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أعزائي الطلبة. نستمر اليوم المحاضرة الثالثة من مادة إدارة مختبر Lab Management. راح نبدأ المحاضرة بأخذ نظرة سريعة على مختبرات البحث والتطوير كأحد أنواع المختبرات اللي نطلع على أهم المهام والمواد المشمولة تحت هذه الفئة Research Development Laboratories، مختبرات البحث والتطوير. This category covers broad spectrum of laboratories with various risk qualification and containment requirements. إذا تغطي هذه الفئة من المختبرات المختلفة أو مجموعة متنوعة من المختبرات. تغطي هذه الفئة مجموعة مختلفة ومتنوعة broad spectrum of laboratories من المختبرات with various risk qualification ذات المواصفات المخاطر المتنوعة وكذلك containment requirements ومتطلبات يعني تحت هذه الفئة من المختبرات العديدة المتنوعة اللي تمثل المختبرات البيولوجية، المختبرات الكيميائية، المختبرات الصناعية، المختبرات الزراعية إلى آخره من أنواع المختبرات العديدة والمتنوعة اللي بعض منها يتمثل بمواصفات فيها نوع من الخطورة العمل بهذه المختبرات وكذلك أيضا بعض المختبرات اللي تتعامل مع الفيروسات والبكتيريا وغيرها تحتاج بعض متطلبات الاحتواء والوقاية والسلامة أثناء العمل بها. إذا this category covers broad spectrum of labs with various risk qualification and containment requirements such as biosafety laboratories مثل مختبرات السلامة الإحيائية مثلا أو laboratories with radioactive risk ومختبرات ذات المخاطر الإشعاعية النشطة وغيرها من المختبرات الأخرى العديدة. Also specialized labs for seed أيضا مختبرات خاصة تتعامل مع المنتجات الزراعية مثل البذور seed crop محاصيل material مواد. أيضا life sciences research are part of this category. أيضا تعتبر بحوث علوم الحياة وغيرها من العلوم الأخرى أيضا جزء من هذه الفئة. Companies or labs in general يعني شركات أو مختبرات often spend resources on certain investigative in an effort to discover that can help develop new projects. يعني بعض الشركات بعض المختبرات العلمية والصناعية والزراعية تصرف موارد مالية كبيرة من أجل تحقيق أو بحث قد يؤدي إلى اكتشاف يفيد في تطوير منتج جديد. وإحنا نسمع يعني شركات عديدة تصرف مليارات الدولارات وغيرها من أجل تطوير مادة جديدة أو من أجل المنافسة
في إنتاج مادة موجودة في شركات أخرى أو في مختبرات أخرى تكون أكثر نوعية، أكثر أمان، أكثر كفاءة. فإذا هنالك تنافس أيضا ما بين الشركات، ما بين المختبرات، وحتى ما بين الدول من أجل تطوير وإنتاج والتعامل في مختبرات البحث والتطوير. These activities come under the research and development umbrella. إذن كل هذه الفعاليات اللي ذكرناها وهذا هذه الأنواع المختلفة من المختبرات وهذا التنافس ما بين الشركات وما بين الدول يقع تحت مظلة المختبرات البحث والتطوير. تقع تحت مظلة مختبرات البحث والتطوير ولها مهام كثيرة هذه المختبرات. ويعني احنا نشوف من بدأ ينتشر جائحة كورونا 19 كيف العالم قام يتنافس ويتسارع من أجل أنه يحصل على لقاح. هو هاي شغلة إنسانية وأيضا شغلة تجارية من جانب آخر، يعني لها commercial side، جانب تجاري أيضا. هنالك أنواع عديدة من البحوث، فهنالك ال basic research، هنالك ال applied research، وأيضا عندنا ال development التطوير. هاي تعتبر أنواع مختلفة من البحوث. إحنا نريد بشكل سريع وموجز نتعرف على هذه الأنواع. إيش نقصد بالبيسيك ريسيرش؟ البحث الأساسي. When research aim to understand a subject more completely and build on the body of knowledge relating to it, then it in the basic research category. يعني عندما يهدف البحث، when research aims، عندما يهدف البحث إلى معرفة الأشياء أو الشيء بتفصيل أكثر وبشكل كامل، ويضيف عليه معرفة واكتشافات تتعلق في نفس الموضوع وفي نفس البحث، عند ذلك then it's in the basic research category. نحن في فئة البحوث الرئيسية. يعني بشكل سريع ومختصر، البحوث أشكال كثيرة وأنواع عديدة. فيه بحوث يسموها بالبيسيك ريسيرش، بحوث أساسية، يعني تكون بحوث نوعا ما نظرية، تكون بعيدة عن البراكتيكال والكوميرشال أبليكيشن، ما لها تطبيقات عملية. النتائج اللي نحصل عليها راح تضيف خبرة وتراكم نظري على أساس البحث. يعني في بحث فيه تطوير للبحث بنتائج نظرية علمية ليس لها مردود عملي أو تجاري. إذن نعيد الـ basic research. When research aims to understand a subject، موضوع معين، وهنالك مئات الآلاف من المواضيع في كل الاختصاصات. When research aims to understand a subject more completely and build on the body of knowledge relating to it, then it's in the basic research category. إذن بحث معين في المجال الكيمياء، في مجال البيولوجي، بحث احنا نضيف على هذا البحث، نطور هذا البحث، نضيف عليه
معرفة علمية إضافية راح نغني هذا البحث بالمعرفة النظرية. إحنا الآن في هاكر حالة إحنا نسمي هذا البحث بالبحث الأساسي البيسك ريسيرش. This research does not have much practical or commercial application. هذا النوع من البحوث أو هذا البحث ليست له تطبيقات عملية أو تجارية. بحث أساسي علمي بحت ليست له تطبيقات عملية أو تجارية. واضح يا طلبة؟ واضح يا طلبة؟ واضح؟ في سؤال استفسار؟ أوكي. إذن شفهم من البحث الأساسي البحوث الأساسية شنو مواصفات البحوث البيسك ريسيرش الكاركتريكتكس اوف بيسك ريسيرش مواصفات البيسك ريسيرش شنو اهم مواصفاته انه بحث يهتم بالجانب العلمي النظري ويضيف عليه معرفة جديدة تغني هذا البحث من الناحية النظرية ولكن ليست له تطبيقات عملية أو تجارية. يعني النتائج اللي نحصلها من البحث ما تفيدنا في المجال التصنيع أو مجال العملي. جيد عبد القادر، زين. النتائج اللي نحصل عليها يعني ما نهتم بتطبيق النتائج اللي نحصل عليها في البيسك ريسيرش الى الجانب العملي التطبيقي او التسويقي. النوع الثاني من البحوث نسميها بالابلايد ريسيرش، البحوث التطبيقية. الابلايد ريسيرش هار مور سبيسيفيك اند دايركتد اوبجكتيفز. هنا البحث التطبيقي له اهداف محدده وتوجيهيه، يعني له اهداف محدده وتوجيهيه. This type of research aim يهدف هذا البحث او هذا النوع من البحوث to determine methods to address specific customer. هنا يهدف تحديد طرق لتلبية احتياج العملاء أو العميل. يعني إحنا في شركة تجي على مختبر بحثي تريد إنتاج مادة فلانية تدخل لتحسين مواصفة المادة اللي تسوقها. هنا إذن شنو الأبلايت ريسيرش؟ هنا هذا صار أبلايت ريسيرش. ليش؟ لأنه الأهداف مالتها محددة سبيسيفيك ودايركتد موجهة في جهة توجه البحث إلى 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 مواصفات معينة، إلى مادة معينة في المجال معين. إذن الأبلايت ريسيرش هنا has more specific and directed objective، له أهداف موجهة ومحددة. This type of research aims يهدف هذا النوع من البحوث to determine methods للتوصل إلى طرق وتحديد طرق to address specific customer need or requirement، يهدف إلى تلبية متطلبات واحتياجات عميل معين أو عملاء معينين في الصناعة، في الزراعة، في المجال الطبي، في مجال الزراعي إلى آخره. This search
are all focused on a specific commercial objective regarding products or processes. إذن هنا تركز جميع العمليات البحث، تركز جميع عمليات البحث على أهداف تجارية عملية محددة تتعلق بالمنتجات أو العمليات أو المواصفات. واضح هنا يا طلبة الـ Applied Research؟ واضح الـ Applied Research؟ واضح الـ Applied Research يا طلبة؟ من أكون أنا دا ألقي بالباوربوينت وأقول واضح، واحد من الطلبة بس يقول لي واضح، حتعرف إنه النت أنا على اتصال من النت، لأن من أعرض فول سكرين ما راح أشوف الطلبة. فمن أقول واضح لا تكتبوا لي على الشات، بس أريد واحد يقول لي واضح حتى أنا أكون متأكد بأنه النت ماشي أوكي ونحن بتواصل مستمر. زين، شنو الفرق ما بين البيسك ريسيرش والأبلايد ريسيرش؟ الشات إذا ممكن بكلمات بسيطة ممكن. شنو الفرق ما بين البيسك ريسيرش والأبلايد ريسيرش؟ جيد صفا، لكن انتبهوا هنا اقول لكم البيسك ريسيرش ايضا يشتغل عملي، لكن النتائج اللي حصلها ما تدخل في مجال تطبيق عملي او تجاري. يعني النتائج اللي حصل عليها ما ممكن يسوقها في السوق او تاخذ مجال تطبيقي او تجاري، لكن هو قد يشتغل عملي بالبيسك ريسيرش. النتائج اللي حصل عليها ما يهتم فيها انه يدخلها في مجال منافسة بالسوق او بين الشركات الى اخره. لكن الابلايد هنا الاهداف محددة وموجهة بالنسبة للابلايد ريسيرش. ليش قلنا محددة وموجهة؟ اذا ممكن اي طالب او طالبة يشرح لي هاي النقطة بشكل تفصيلي. بالنسبة للأبلايد ريسيرش الأوبجيكتيفز سبيسيفيك اند دايركتد، محددة وموجهة. ممكن في حد يشرح لي مباشر من خلال الشاشة كلام، يعني مو على الشات، ممكن نتناقش بها الأبلايد. ممكن نتناقش بها الابلايد. هشام احمد هشام سدرة سنان سدرة سدرة سنان يوسف نزار يوسف. نعم دكتور. يوسف الابلايد ريسيرش نقول سبيسيفيك ودايركتد، يعني محددة وموجهة. ليش؟ يعني هو يعتمد على احتياجات ومتطلبات للعملاء، فلازم انه يكون موجه حتى نصل نتيجة نطلب الطرفين. يعني بالذات مختبرات البحوث بأوروبا وبأمريكا وغير دول تشتغل على ايش؟ تشتغل على طلبات الشركات، احتياجات الأقسام المختلفة في المختبرات،
في المعامل في المشاريع، فهم ما يشتغلون شغلة عشوائية، يشتغلون شغلة للمجتمع. تمام. يشتغلون شغلة للمجتمع، لذلك نقول هي بحوث تطبيقية محددة، موضوع معين يشتغل عليه. حتى بالنسبة للحصول يعني على درجة الماجستير أو الدكتوراه بالجامعات، في شركات تجي تتعاقد مع طلبة، هم بعدهم طلبة في الموضوع الفلاني، فيحددوا لهم الموضوع، يحددوا لهم الموضوع ويتعاقدون مع الطالب. هذه يسموها بحوث تطبيقية محددة وموجهة، يعني في جهة تتبع هذا. نعم، اكو فيها لازم انه يشتغلوا له مثلا على موضوع او على فد بحث معين حتى يصلون لنتيجه انه نعم. شكرا شكرا يوسف. اذا الابلايد ريسيرش فهمناها، الابلايد ريسيرش هنا في اسئله خليها تتعلمون على نمط الاسئله. This research does not have much practical or commercial application. شنو هذا البحث اللي ما له تطبيقات؟ نعطيكم خيارات فأنت تأشر عليه وتصلحه وكأنه أنت تجاوبه، فهو يا نوع هذا اللي ما له تطبيقات تجارية أو عملية، أو البيسك ريسيرج. هنا الديفلوبمنت التطوير. ديفلوبمنت is when using of research production for a specific product. هنا التطوير عندما نستخدم أو متى ما نستخدم منتج بحث من أجل منتجات محددة، قد تكون materials مواد أو أنظمة systems أو طرق and methods. Design and development of prototype and processes are also part of this area. إذن عند استخدام إنتاج بحث معين لمادة، لإنتاج مادة محددة معينة، سواء كانت تتضمن المواد materials بشكل عام ومواد باختلاف طبيعتها، أنظمة أيضا and method طرق. Design and development of هنا تصميم وتطوير منتج أولي نسمينه prototype، نوع ابتدائي أو نموذج أولي أو نموذج ابتدائي. إذن هنا أيضا الديزاين التصميم والتطوير، يعتبر الديزاين تصميم والتطوير لمادة أولية أو نوع أولي أو نموذج أولي، وكذلك العمليات تعتبر جزء من هذه المسح أو من هذا المجال. إذن development is when using of research production for a specific product، اللي هي تنضمن المواد والأنظمة والطرق، وكذلك يعتبر تصميم وتطوير نموذج أولي، والعمليات are also part of this area. أيضا تعتبر العمليات هي جزء أيضا من هذا المجال التطويري. The development is research that generates necessary knowledge and design for production. إذن التطوير هو عبارة عن بحث ينتج أو ينطينا معرفة ضرورية، وكذلك تصاميم من أجل
الإنتاج وتصاميم لازمة وضرورية ومحتاجيها للإنتاج، هاي كلها تعتبر تطوير. نعيد هنا development تطوير is research بحث، ينتج معرفة ضرورية necessary knowledge and design، وكذلك تصاميم أساسية من أجل تطوير الإنتاج أو تطوير مادة معينة أو تطوير systems أنظمة أو تطوير processes عمليات. أيضا هنا سؤال: this research that generate necessary knowledge and designs for production، هل هو الـ applied research، basic research، development؟ None of them، none one of them. نقول هو development. إذا هنا بشكل مختصر جدا أنواع المختبرات البحثية والبحوث اللي هي البيسك والابلايد والديفلوبمنت، هذه تحفظوها وتحاولون تفهموها. عادة اختصر أنا بالخط الأسود العميق البرود لاين هنا، هذه حاولوا تفهموها وتحفظوها. الليبراتوري مانجمنت، إدارة المختبر. It is mostly interested with the saving of material for laboratory work. هنا إدارة المختبر يهتم في الغالب. It's mostly interested with the saving of materials for lab work. يهتم في الغالب بتوفير المواد saving of material لعمل المختبر for laboratory work. إذن إدارة المختبر هو الاهتمام بشكل كبير في توفير مواد للمختبر أو مواد العمل في المختبر، وكذلك المينتنانس الصيانة and repair for equipment وتصليح المعدات and suitable organization of lab and auxiliary services، وكذلك تنظيم المختبر والخدمات المساعدة الأخرى. إذن الإدارة هي عملية توفير مواد لعمل المختبر، عملية صيانة، عملية تصليح الإكوبمنت، تخطيط مناسب للمختبر، وكذلك خدمات مساعدة أيضا للعمل الرئيسي داخل المختبر. هذه كلها تقع تحت مظلة اللابوراتوري مانجمنت، إدارة المختبر. إذا هنا بالخط العريض the objective of medical laboratory بالنسبة للمختبر الطبي، أهداف المختبر الطبي are providing its customers، يهدف أو أهداف المختبر الطبي هي تجهيز العملاء. ومن عملاء المختبر الطبي بشكل رئيسي؟ إذا ممكن أحد يجاوبني، من عملاء المختبر الطبي بشكل رئيسي؟ من عملاء المختبر الطبي بشكل رئيسي يا طلبة؟ جيد، المرضى physicians doctors والأطباء. العملاء للمختبر الطبي هم الأطباء والمرضى. جيد، الأطباء والمرضى هذول نقول عليهم عملاء المختبر الطبي. إذن أهم أهداف المختبر الطبي، the objective of medical lab providing its customer اللي هو the physicians and patients accurate results، إعطاء وتجهيز
المرضى والأطباء بنتائج دقيقة وتشير تو كلينيكال تريتمنت اللي راح تكون مشاركة النتائج الدقيقة راح تشارك المعالجة السريرية، لأنه المعالجات التشخيص الأدوية وغيرها من الأمور الطبية راح تعتمد مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة بشكل رئيسي على النتائج المختبر، فيجب أن تكون نتائج المختبر دقيقة جدا لأنه من خلالها راح يكون هنالك تشخيص دقيق، تكون هنالك معالجة سريرية دقيقة أيضا. لذلك يجب أن يكون من أهم أهداف The main object of medical laboratory are providing its customer accurate result. يجب أن يكون هنالك نتائج دقيقة. Who is a laboratory manager? من هو مدير المختبر؟ من هو مدير المختبر؟ يجب أن يكون هنالك لكل مختبر، لكل مؤسسة صحية مدير، مثل ما هو لكل مصنع مدير، لكل جامعة مدير، لكل مدرسة مدير، لكل مشروع مدير، لكل شركة مدير. من هو مدير المختبر؟ وبالذات بشكل عام يعني احنا ناخذ لاب مانجر ار، اذا مواصفات لازم تكون بالمدير، مدير المختبر بشكل عام يجب ان يكون هنالك مواصفات خاصة به. مديرو المختبر lab managers are هم واحد responsible for running laboratories safely and efficiently and can work in variety of different kinds of labs. هو المسؤول عن تشغيل المختبر بأمان وكفاءة. responsible for running laboratories safely and efficiently بأمان وكفاءة and can work in variety of different kinds of labs. وممكن أن يعمل ويكون عنده اطلاع ويكون عنده فهم لأنواع عديدة من المختبرات ذات الصلة مع مختبره، أو يكون يعمل عنده معرفة بمجموعة متنوعة من المختبرات الأخرى. هاي أول مواصفة من مواصفات Lab Managers. اثنين، They need at least baccalaureate degrees أو degree، له على الأقل يكون حامل شهادة البكالوريوس، يكون حامل شهادة البكالوريوس. As well as some relevant experience. بالإضافة إلى خبرة ذات العلاقة باختصاصه. يعني هو يشتغل في مختبر طبي بالتحليلات، يكون عنده خبرة وملم بالتحليلات المختبرية، الستيت، البروسيجر، الماتيريال اللي يتعامل معها، مخاطر الريسك المختلفة للمواد، كيف يعالج الحوادث، كيف يتعامل بشكل سليم مع خزن المواد، تنظيف المختبر، إلى يكون عنده ملم ويكون عنده خبرة متعلقة باختصاصه. إذن as well as some relevant experience، خبرة متعلقة باختصاصه أو ب اختصاص مختبر اللي يعمل فيه. أربعة، lab managers bring together their managerial skills and knowledge of safety. هنا يجب أن يكون يجمع ما بين المهارات الإدارية والمعرفة بالسلامة بالتعامل داخل المختبر. هنا مديرو المختبر يجب أن يجمعون
ما بين الخبرة الإدارية أو المهارات الإدارية وما بين المعرفة بإجراءات السلامة داخل المختبر safety and lab procedure to ensure. ليش يكون ملم بهاي الأمور؟ لضمان that laboratories operate smoothly، حتى يضمن أنه المختبر راح يشتغل بشكل smooth، بشكل سلس، ما في مشاكل من ناحية الكفاءة ولا في مشاكل من ناحية السلامة ولا في مشاكل من النواحي الإدارية الأخرى. إذن lab managers bring together their managerial skills and knowledge and lab procedures to ensure that laboratories operate smoothly. نضمن أنه العمل داخل المختبر يكون بشكل سلس وما في مشاكل، ما في مخاطر، ما في عقبات، ما في أمور إدارية تعرقل من استمرار عمل المختبر. It's mostly interested with the saving of materials for labs or مثل ما ذكرنا هنا يجب أن يكون يهتم في الغالب بتوفير المواد داخل لعمل المختبر، وكذلك maintenance الصيانة and repair of equipment and suitable organization of the lab and auxiliary services. ايضا صيانه تصليح المعدات المختلفه والاجهزه اللي يعمل بها داخل المختبر، ويكون ايضا هنالك تنظيم مناسب لعمل المختبر وللخدمات المساعده الاخرى. واضح يا طلبة أهم مهام المدير بشكل مدير المختبر بشكل عام؟ واضح يا طلبة أهم مهام مدير المختبر بشكل عام؟ الخمسة هذه مهمة، يا ريت تفهموها لهذه، لا تقدرون تحفظوها بشكل بسيط حتى لو تحفظوها بالعربي وبعدين أنتم عبروا بالإنجليزي، يعني المهم لأنه مهم هذه، وأنتوا يعني إن شاء الله مستقبلاً أنتوا عملكم راح يكون في المختبرات، لذلك يجب أن يكون عندكم معرفة بأهم مهام العاملين والمدراء بشكل خاص داخل المختبر. نعاود الكلام بأهم مهام مدير المختبر بشكل سريع: responsible for running laboratories safely and efficiently and can work in variety of different kinds of lab. They need at least a baccalaureate degree as well as some relevant experience. Lab managers bring together their managerial skills and knowledge of safety and lab procedure to ensure that labs operate smoothly. It's mostly interested with the saving of material for lab work, maintenance, repair of equipment, suitable organizing of the lab and auxiliary services. أهم مواصفات ومهام مدير المختبر. هنا الوصف الوظيفي لمدير المختبر. Lab manager job description. الوصف الوظيفي لمهام أو لمدير المختبر. Successful lab managers aim to run their laboratory safely and efficiently. إذن هنا مدراء المختبر الناجحون يهدفون إلى تشغيل المختبر بشكل آمن وكفو. بشكل آمن معناه يكون عندهم اطلاع بالتعامل مع المواد الموجودة، مواصفات المواد، مخاطر المواد، كيف يخزنون، كيف يتعاملون مع المواد البيولوجية أو الكيميائية أو الصناعية أو الزراعية إلى آخره من أنواع المختبرات الموجودة والمواد المتعلقة بها. الكفاءة، كفاءة المنتج من خلال متابعة
عيارية الأجهزة، قراءات الأجهزة المختلفة والأدوات اللي موجودة، كفاءة الأجهزة اللي موجودة، معايرة الأجهزة الموجودة باستمرار، ملاحظة صلاحية المواد اللي يتعاملون معها بالمختبر. هذه راح تنطينا نتائج دقيقة وكفوءة. إذن في لكل كلمة في مجموعة من الأمور يجب أن نطلع عليها. من نقول العمل بالمختبر بأمان، شنو بأمان؟ يعني هو مو يشتغل على كيف بالمختبر، لا، يجب يكون على اطلاع مع المواد اللي يتعامل بها، يتعلم كيف يخزنها، مواصفات كل مادة، خطورتها، كمية المواد اللي يستخدمها، البروسيجر الصحيح اللي يستخدمها بالتحليل أو بالتحضير. إذا صار أكسيدنت أو صار سبيلز، انسكابات، كيف يعالجها؟ هذه من أهم التفاصيل. من نقول سيفلي، من نقول كفوء، أيضا مثل ما ذكرنا أنت عندك نتائج كفوءة، يجب أن يكون عندك بروسيجر صحيح دقيق، يجب أن تكون الإضافات دقيقة للماتيريالز، المواد أو الكمباوند بشكل عام، يجب أن يكون عندك معايرة، عندك ستاف خاص لمعايرة الأجهزة. احنا مثل ما ذكرنا هنالك رقابة أو ضمان جودة على العمل داخل المختبر أيضا، اللي هم مدير المختبر والستاف الموجود المختبر، حتى يحصل على نتائج دقيقة وتكون نتائج كفوءة، وأيضا يكون في أمان دائما من خلال الخطوات أو المهام اللي ذكرناها. هذه من مسؤولية كل الستاف، كل العاملين، لكن المدير يتابع هذه الأمور، هو مسؤول الرئيسي على هذه الأمور. لذلك المدير الناجح مثل ما ذكرنا successful lab managers يهدف إلى run their laboratory safely and efficiently. They take responsibility for all aspects of the lab. يعني هو مسؤوليته على كل جوانب الموجودة داخل المختبر، الجوانب العلمية، جوانب الأمان، جوانب ضمان الجودة، إلى آخره، جوانب العاملين، حتى هو مسؤول عن العاملين اللي موجودين داخل المختبر، فهو يكون مسؤوليته شاملة داخل في كل جانب من جوانب المختبر. Where they work, إذن they take responsibility for all aspects of the labs where they work، في المكان اللي يعمل به، including equipment، مسؤول عن المعدات، employees، الموظفين، supplies، الإمدادات، المواد، شنو مطلوب مواد، شنو مطلوب أجهزة، معدات، tools، أدوات، هذه هو يجهزها، software، برامج and documentation، أيضا الوثائق هو مسؤول عنها، depending upon the type of lab they work in، أيضا بالاعتماد على نوع المختبر اللي يعمل بينه. هاي أهم مواصفات وظيفة مدير المختبر بشكل عام. في سؤال واضح يا طلبة؟ في سؤال على وصف وظيفة مدير المختبر؟ زين، أما كل طالب يذكر لي من ضمن المهام، يوصف لي أهم مهام المدير داخل المختبر. كل طالب يكتب لي يوصف لي مهام أو واجب من واجبات مدير المختبر داخل المختبر. عتشات، يعني مسؤوليات المختبر، مسؤوليات المدير داخل المختبر، على إيش هو مسؤول؟ كل طالب يذكر لي مسؤولية من مسؤوليات مدير المختبر داخل المختبر. جيد يوسف، عن جميع جوانب المختبر، أعطوني جوانب، اذكر لي. صفا، أجهزة، برامج، موظفين، جيد. غادة، زينة، عبد القادر، مروة، نازك، سدرة، زيد، متابعة.
فاطمة، إشراف، إبراهيم، معتز، أسامة، محمد، جيد، نور، عبد الرحمن، عمار، عطية، زين. المدير المختبر نقول مسؤول عن الأمان، كيف يكون مسؤول عن الأمان يعني؟ تقول لي على الشات. نعم نازل. اوكي جيد، احنا نستمر ان شاء الله لانه الوقت داي. دا يقل عندنا. levels of management هنا مستويات الإدارة، مستويات الإدارة عندنا ثلاث مستويات تحفظوها. مستويات الإدارة تحفظون هاي ثلاث مستويات، top level management، وعندنا middle level management، وعندنا low level management. مستوى الإدارة العالي، مستوى الإدارة المتوسط، أو مستوى الإدارة الواطئ. التوب ليفل مانجمنت مستوى الاداره العالي يسمونه بالادمنستريتيف ليفل، المستوى الاداري. والميدل ليفل مانجمنت اكزكيوتوري ليفل، مستوى التنفيذي. اللو ليفل مانجمنت يسمونه بالسوبرفايزوري ليفل اللي هو المستوى الاشرافي. اذا الادمنستريتيف ليفل، executory level، supervisory level اللي هما المستويات العليا والوسطى والمستويات الواطئة. ثلاث مستويات تحفظوها، هذه حفظ طبعا. top level management اللي نقصد به administrative level المستوى الإداري، والmiddle level management نقصد به executory level اللي هو المستوى التنفيذي، واللو مانجمنت سوبرفايزوري ليفل اللي هو المستوى الاشرافي. وهذا فراغ ايضا تحاولون تجاوبون عليه. الواحد اللي هو التوب ليفل مانجمنت is also referred to as the administrative level، وهو يشير الى المستوى الاداري. شنو هاي اهم مهام عملهم المستوى الاداري؟ they coordinate services، ينسقون الخدمات، and are intense on planning، ويكثفون التخطيط. أهم مهام، خلوا خط تحتها، مهام التوب ليفل مانجمنت اللي سميناه بالادمنستريتيف ليفل المستوى الإداري. أهم مهامهم coordinate services and intense on planning، ينسقون الخدمات ويركزون ويكثفون على التخطيط من اجل تطوير طبعا المختبر، الشركه، المشروع، المعمل الى اخره. The top level management is made up of the president of board، وهو يتالف من رئيس مجلس اداره president of board and vice president، ونائب رئيس مجلس اداره the chief executive officer، ايضا رئيس مكتب التنفيذي chief financial officer، رئيس المكتب المالي، and chief operating officer، رئيس المكتب العمل. The top management control the management of goals and policies، المستوى الاداري العالي يتحكم ويسيطر على إدارة الأهداف والسياسات. management of goals and policies، الأهداف goals والpolicies السياسات. they apply control and coordination of all the activities of company، إذن هو يسيطر أو يتحكم بإدارة، يتحكم
بإدارة وتنسيق كل الفعاليات للشركة أو للمختبر أو للمشروع which would include their budget اللي هي من ضمنها الميزانية techniques التقنيات المختلفة والبروسيجر والميثود والبروسيسز العمليات and agents وكذلك الأجندات والسياسات. إذن top level management control the management of goals and policies هو إدارة الأهداف والسياسات. They apply control and coordination of all the activity of the company which would include their budget, techniques and agents. مثل ما ذكرنا. There are several functions performed by the top level management. هنالك مجموعة من الوظائف اللي يؤديها تؤديها الإدارة العليا. But three of them are the most important. لكن ثلاثة من هاي الإدارات هي أو من هذه الوظائف أو المهام هي المهمة اللي نحفظها. واحد اثنين ثلاثة تحفظوها. Put the policies and objective of the organization. وضع سياسات وأهداف المنظمة أو الشركة أو المختبر أو المستشفى. Put the policies and objective of the organization. إذن وضع سياسات وأهداف المنظمة. Strategizing the plans of the project. إذن وضع استراتيجيات لخطط المشروع أو المنظمة أو الشركة. Keeping the communication between the project and the outside world. يحافظ على التواصل المستمر ما بين المشروع ما بين المختبر ما بين المعمل ما بين الشركة والعالم الخارجي. إذن يكون اتصال top level management الإدارة العليا يكون اتصالها دائما بالعالم الخارجي ويشوفون يطلعون على وين توصل التكنولوجيا المواد التعامل الإكويبمنت. دائما تواصل مع العالم الخارجي وما بين المشروع او المنظمه او المصنع او المستشفى الى اخره. ايضا سؤال حاولوا تجاوبون عليه. الميدل ليفل مانجمنت الاداره الوسطى خلينا نتعرف على الاداره الوسطى اللي هي رقم 2 is also referred to as the executive level. تشير إلى مستوى التنفيذي. is also referred to as the executive level. مستوى تنفيذي. they are follower of the top level management. هم يتبعون الإدارة العليا. but they are responsible for the organization and direction of the low level management. ولكنهم مسؤولين عن تنظيم وتوجيه الإدارة الدنيا. احنا نتكلم الآن عن المستوى المتوسط المستوى الإداري المتوسط الـ middle levels management اللي أشرنا له بالـ executory level المستوى التنفيذي. شنو هذول مواصفات هذا النوع من المدراء هذول في الطبقة الوسطى أو المستوى الأوسط؟ هذول تابعين للجهات العليا، يأخذون الأوامر من عندهم، يأخذون التعليمات من عندهم، يأخذون الأوفرز إنفورميشن الدايركشنز التوجيهات يأخذوها من الطبقة العليا. وهم مسؤولين they are responsible for the organization and direction of the low level management. مسؤولين عن الطبقة الأدنى من عندهم اللي هي low level management. The middle level managers
المدراء ذات المستوى الأوسط in charge مسؤولين عن of the employment and training of the lower levels، مسؤولين عن توظيف وتدريب المستويات أو المدراء ذات المستوى الأوطى. They are also the communicator between the top level and the lower level. إذن أيضاً هم حلقة الوصل ما بين الطبقة العليا، يأخذون التوجيهات، يأخذون الأوامر، يأخذون التعليمات من الجهة العليا وينطوها إلى الطبقة أو المستوى الأوطى. يعني إذن هم حلقة الوصل ما بين المستويين. There are three primary functions، أيضاً هنالك ثلاث وظائف رئيسية للطبقة الوسطى أو المدراء في الطبقة الوسطى. Carry out the plans، تنفيذ الخطط of the organization according to policies by the top level management، ينفذون خطط المنظمة من خلال سياسات الطبقة العليا. إذن ينفذون خطط وعمل المنظمة من خلال سياسات الطبقة العليا ومن خلال تعليمات الطبقة العليا وتوجيهاتها. اثنين، to organize the department activities، ينظمون فعاليات القسم اللي هم يعملون به. To be and create motivation for smaller managers to improve their efficiency، إذن هم يخلقون تحفيز أيضا، يشجعون مكافآت للمدراء الأصغر ليرفعون من مستوى الكفاءة أو يحسنون من كفاءة العاملين من خلال الموتيفيشن، التحفيزات بالتشجيع بالكتب الشكر بالمكافآت إلى آخره. منو يمثل الطبقة الوسطى؟ الميدل ليفل مانجمنت. من الصورة يا طلبة، منو من خلال الصورة هذه منو يمثل الطبقة الوسطى اللي هو يكون كوميونيتر بين ذا توب ليفل اند لو ليفل؟ يا هو الشخص اللي يمثل الطبقة الوسطى الأحمر. الأحمر صح، هو حلقة الوصل ما بين التوب ليفل وال low level of management. ثلاثة، النوع الثالث اللي هو low level of management، they supervise and direct the operative employees، إذن يشرفون على ويوجهون الموظفين العاملين هنا. إذن هاي الطبقة تشرف وتراقب وتوجه الـ operative employees، الموظفين العاملين يعني العمال اللي يشتغلون بشكل مباشر، اللي ينتجون ويعملون بشكل مباشر. They spend most of their time treat the function of the company، يعني معظم وقتهم يقضونه بمعالجة الوظائف ومشاكل والتعقيدات الموجودة بالشركة. As ordered by the managers above them، من خلال الأوامر اللي تأتيهم من المدراء الأعلى منهم، هم مشرفين وموجهين للعاملين بشكل مباشر على المعدات أو التحليلات أو في الردهات أو في المشاريع. بنفس الوقت هم وقتهم كله يقضوا مع العاملين اللي بالطبقة الدنيا، وكذلك يتابعون أوامر وتعليمات الجهة العليا. The lower level managers are the first line of managers، إذن المدراء المستوى الأدنى هم يعتبرون مدراء الخط الأول at the base of operation، من قاعدة العمل يعتبرون مدراء الخط الأول من قاعدة العمل.
لأنه هم باتصال مباشر مع العاملين، هم مدراء العاملين اللي يعملون بشكل مباشر على الأجهزة، على المعدات، في التحاليل وغيرها من الأعمال. So, لذا they are essential personnel. لذلك هم أشخاص رئيسيين that communicate the fundamental problems. هم في أشخاص رئيسيين وفي تواصل مع المشاكل الرئيسية fundamental problems، مع المشاكل الرئيسية of the company، للشركة، to the higher levels، أمام المستويات الأعلى. أعيد الكلام هنا، the lower level managers، مدراء المستوى الأوطى، هم الخط الأول من المدراء، لأنه يعملون في القاعدة المباشرة مع العمل، مع الأجهزة، مع التحاليل، مع الفحوصات، مع المشاريع، هم في الخط الأول من المدراء العاملين. So they are essential personnel. لذلك هم ناس أساسيين that communicate، وهم في تواصل with the fundamental problems، مع المشاكل والتعقيدات الرئيسية of the company، للشركة أو للمشروع أو على هاي أمام الجهات العليا. مثل إيش اللور ليفر مانجرز؟ مدراء المستوى الواطي، مثل اللاين بوز، مدير الوجبة، مدير الخط الإنتاج مثلا، شيفت بوز، مدير المناوبة، سيكشن تشيف، رئيس قسم، هيد نيرس، رئيسة الممرضات، هاي كلها تعتبر low level managers. They are also responsible for training, supervising and directing the operative employees. إذن راح يكونون هم المسؤولين عن التدريب، لأنهم موجودين في تواصل مباشر مع العاملين ومع مشاكل العمل أيضا، لذلك هم أقدر الناس على التدريب، فيكونون مسؤولين عن التدريب، عن الإشراف، عن التوجيه، directing of operative employees، توجيه أيضا للموظفين العاملين. نشوف هنا، نشوف هذا المخطط يمثل لنا low level management والmiddle level management والtop level management. عادة العدد الأكبر من المدراء هم موجودين باللو ليفل، لأنهم موجودين مع العمل، فيكون عددهم كبير حتى يغطون كل الفعاليات والأكتيفيتيز، النشاطات الموجودة بشكل مباشر مع العمل. الطبقة الوسطى هم أقل طبعا عدد، يكونون حلقة التواصل، يعني هنا حلقة التواصل ما بين اللو ليفل وما بين التوب ليفل مانجمنت. هنا التوب ليفل يكون عددهم اقل لانه هم الاداره العليا اللي تمثل رئيس مجلس اداره، رئيس المكتب المالي، المكتب العمل الى اخره. اذا نشوف هنا الطبقه الوسطى هي حلقه الوصل، هنا الطبقه الدنيا هاي المدراء يكونون هنا، هذول حلقه الوصل ما بين العاملين وما بين المدراء الاعلى منهم، وهكذا يكون levels of management، مستويات الإدارة. في سؤال يا طلبة؟ في سؤال؟ في سؤال؟ واضح نعمل لنا شكل مراجعة سريعة عفوا من خلال الشات، ونقول البحوث، كم نوع من البحوث عندنا احنا يا طلبة؟ كم نوع من البحوث؟ اذكروا لي أنواع البحوث اللي ذكرناها في بداية المحاضرة.
ممكن تكتبوا لي 3 أنواع من البحوث، ممكن نكتبها على الشات. ثلاث أنواع اللي هو البيسيك ريسيرش ابلايد والديفلوبمنت. جيد سدرا، آية، هديل، ياسمين، إبراهيم، جيد، مروة، زينب. زين البيسك ريسيرش والابلايد ريسيرش شنو الفرق ما بينهم يعني بشكل لكن مختصر؟ ممكن نشوف الفرق شنو بشكل مختصر، الفرق ما بين البيسك ريسيرش والابلايد ريسيرش. يا ريت يكون تام مناقشة الآن، عوف الشات مناقشة، اللي جاوب يرفع ايده حتى اعرف منو اللي راح يجاوبني او انا اسال. البيسك ريسيرش والابلايد ريسيرش شنو الفرق ما بينهم؟ البيسك ريسيرش والابلايد ريسيرش. الاء عبد الرحمن، الاء، الاء عبد الرحمن، آلاء عبد الرحمن، معتز، معتز لقمان، معتز لقمان، عبد الرحمن مناور، عبد الرحمن مناور، عبد الرحمن مناور، نعم دكتور. شنو الفرق ما بين البيسك والابلايد ريسيرش؟ لكن بشكل مختصر وحسب معلوماتك اللي هسه فهمناها من خلال المحاضرة، شنو الفرق ما بينهم الاثنين بشكل سريع؟ دكتور البيسك بيكون معلومات موجهة ومحددة، والابلايد تكون يعني المعلومات مو محددة وموجهة، يعني تكون عشوائية دكتور. لا، الابلايد تكون موجهة ومحددة، العفو، ايه الابلايد وتكون لها، لأنه فيها أغراض تجارية وعملية، بينما البيسك ما بينه أغراض عملية وتجارية، لذلك هو عبارة عن معرفة في موضوع معين والإضافة والبناء على عليه، يعني تطوير وإضافة معرفة جديدة على البحث الأساسي بدون أي اتجاهات تجارية أو عملية، أو بدون يعني ما نستفاد من النتائج اللي نحصل بها من أجل إجراء عملي أو تجاري، مجرد إضافة معرفة نظرية إلى الأساس النظري الموجود للبحث. ما في سؤال استفسار يا طلبة؟ أوكي، ننهي المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.